وبهذا أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد على استقرار الوضع الصحي في البلاد، وأورد خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية اليوم أن المستشفيات عبر الوطن باتت في أريحية ولم تعد تشهد ضغطا كبيرا بعد تسجيل التراجع الطفيف في عدد الإصابات. وكشف بن بوزيد أن القطاع الصحي يتوفر على 19,000 سرير ونسبة 36% فقط منها مستغلة، وهذا ما يجعل المستشفيات تشهد أريحية في هذا المجال، مذكرا بالتضحيات التي بذلها عمال القطاع. Nous avons espoir. عندنا أمل كبير لأن الوضع بدأ يتحسن، تحسن عن المواطنين كامل والمستشفيات. Nous avons des indicateurs qui montrent que la situation est de tendance baissière. حنا نتمناو، لأن نقول ونكرر ونعاود، بيرسون لو سي، بيرسون لو سي سو فيروس كومون إيلي، غدوا يخرج لنا أن كلوستير كيلكو باغ يطلع لنا، دونك بيرسون لو سانجاج أ دير كو لا سيتياسيون إي ميتريزي أو با، أون ميتريز سو كيليا، مي أ تو مومون لي شوز بوف فلومبي، سكو نو سويتون با، دايور يا موان دو ريسك كو سا فلوم، باسكو لو ديسبوزيتيف سي بيان انستالي. الناس الوعي نتاع الناس ولاو بزاف يديروا الكمامات، التباعد البشري والجسدي تحسن، لو ديسبوزيتيف او نيفو دي زيتابليسمون هوسبيتاليي نتمون ميور، لي زوبيتو لي لي دوسبيتاليزاسيون يا بلو تونسيون، دونك يا دي مؤشرات كو ميم اللي ظهر لنا بلي الامور تتحسن، لكن لو فيروس اي لا، اي لا.